حقيقة خدماتنا مستمرة لمناطق العشوائية التي تحولت إلى سكنية، وخصوصا المناطق اللي هي خلف المستشفى. وهذه المنطقة هي منطقة كبيرة جدا، ومنطقة بالمقابل أنه ينقصها الكثير من الخدمات. فريق الجهد الخدم الهندسي المتوفر له الغطاء القانوني من قبل دولة رئيس الوزراء منح هذه الصلاحيات للدوائر المستفيدة ولفريق الجهد، وبالتالي قدمنا المزيد من الخدمات. واليوم احنا في نسب متقدمة من الإنجازات حقيقة، كل مستويات الماء والكهرباء والمجاري والبلدية. مثل ما تلاحظون هناك شوارع الآن بطور يعني تطبيق الانترلوك، وأيضا هناك لدينا مناطق أخرى اللي هي مناطق خلف الملعب وأم الخيل والجزرة والطبر والبساتين الشرقية، من أولى الاهتمامات لدى فريق الجهد الخدم الهندسي لشمولها بهذه الخدمات. وإن شاء الله وعدنا المهندس جابر عبد خاتشي بزيارته الأخيرة اليوم 23/7 لهذا اليوم أنه ستكون هناك شمول لهذه المناطق بعد وصول المبالغ المالية المتخصصة ضمن الموازنة لفريق الجهد الخدم الهندسي.